بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان الله يوم الدين. أيها الأخوة الأخوات، كبراتنا كبران تكبراتنا توردراتو يا أفريكا تي في برنامج تكاتاوتش، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى مسكنا يكبو نهو رمضان كنيا قارج سنيو يزاريون يكتاسري جت برنامج جمرنا إن شاء الله ندت لما دو رمضان بتملك يتلايو وتياك يوتشن ما نسات تشال الله تشو زيو ستوديو إن شاء الله الشيخ محمد زين زهر الدين الجنيالو بمجمع رأي أنكو عندنا متاجو حياكم الله وعندنا قويتش بارك الله فيكم إن شاء الله تتاود برنامج تشنين قبلا من البات تياك يوتش سكيمة تدرس من البات كإثيوبيا ميدا ولوت وندمو تشاتشنم يتزقاد جيك وطرع الله لك انداغرات تشو سلك دولو كاتتا زي ليدرس يشلال ان شاء الله كاتتا انكبلاتشوالن مالتنا باغر وجه مالتنا ان شاء الله ان شاء الله ودا تياكوچو سانغبا فيت تنش اندا مغبيا متنسولن ان شاء الله من البات انغدي صوم يو زاري درسنال ودا غاماشو درسنال رمضان ور غيزو يهدن يالو عنداند سوتش بتام مخلص يالو طاعله بتام يتبراتو سوتش يالو عنداندوش دمو بتقارانيو دغمو مقصروتش يبازالو منم رمضان الناسو زند لوط ماساي مجبنا متت بتشا ميلايبت هنيتا نا يالو باتقالاي استي قدم مسيل سلفوچ يدرو سوچ علماوچ انديت نبرو ياسلفو رمضان ميلو ملس بلو مات اسفلغانا سي بتوسنا ملكو يمسول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يتودداتشوه ويتكبراتشوه يا أفريكا تي في بروغرام تكتاتايوش بتلي بندزيها اللو بروغراموش لاي متساتهو متكتاتلو زاري ولله الحمد لله سبحانه وتعالى مسكناه نور رمضان قود قماش لما درست النشكن وش بقرون قال لا ينو زاري من القنيو انقري رمضان ان كان قماش لا يدرسوا دلم قنا لي مت انا وسيبال ان كان يالو شبرنا يالو غوغوت كفتنيا نو مسلمو بتلي يا غراچين مسلموچ بتام نو ميقوغوت رمضان لاي يالو يللو طرتاچون يميادرغوبتنا بتام امصوال الاسلام بزو تجاج ايدلم تعزاج ايدلم يسجد አይደለም يتعزز አይደለም من لو كله مسجد يميقبابت صحيح كلهم مسلمو اسلام قداي يمياسسبو سلا دينو يمياسسبت صلاتونم قرانونم ذكرونم دعاونم ودا الله توبت يمادرغونم بزو يميلفابت حقاطامي نو እንደተባለው رمضان لاي በተለይ መጀመሪያ ላይ በጣም ጉጉት ይልና ሰው መሐል ላይ ሲدرس ደሞ ትንሽ ደከም ይያለ ይመጣል መጨረሻ ላይ ብንን ብሎ በጣም ትንሽ ሰዎች ናቸው መጨረስ እንኳን የሚችሉት እንጂ የመጀመሪያው ስሜት ያን ቀጥሎ የለም። ከዚያ የባሰ ደሞ رمضان ከወጣ በኋላ ተመልሶ ወደ ነበረበት የመህዱ ጉዳይ በጣም አስቸጋሪ ነው። እና ብዙ ሰዎች ለምንድን ነው ይሄ رمضان ሌሎቹ ላይ የሰራውን ስራ ለኛ ላይ ያልሰራው رمضان ለምንድን ነው تصنوا اسادرو عامت اسكامت سونتاچن مسبر يالچالو سميتاچنن مغزات يالچالو لمندنو مسجدو مياستلان دغنا تملسن ازيا منغباو يراساچو متياقي مسلينيا يبزو سوچ داعيوچم رمضان لا ياهولو كبب يارغونا امامو ما شاء الله بلو 2 صف 3 صف سيسجد ينبربت كزي ابو هالا رمضان كوطا ابو هالا عند صف كواني ما يمولابت نغير يمطال مندنو سلفوچو كزي غار يتياز من سرا سرتوال سلفوچو رمضان انديت نبر مياوت رمضان انديت نبر ميتتقموبت ويس من بيسرى نو طورو لو مسلم بزي برمضان لاي لي سراچو ميگباچو نغر يقروت نغر ينوروتال وي يا انزي اناچو انداند گزي كو يونه بشتا نورو مداني سيتاززل 2 3 مدانيتوچ يتازازالو انا سويو اندون بيچا يگزانا ايهن باكتو اوني اندون كوسركم انا نسي بلو يتوال اندو بيچا منم تزنو ما سادر سلم ماچيل يوسدان ايدن ከዛ በኋላ ታክሚ ነበር መዳይት ወስጄ ስቅም ከርም ያልዳንኩም ይላል አይ መዳይትን አልወሰድከም በሙሉ ተገቢውን ህክምና አይደለም እና አንዳንድ ጊዜ የታዘዙትን ነገሮች ወይ የሚሰሩትን ነገሮች አንድ ነገር ከተሟላ ነው ሊያሟላ የሚችለው በረመዳን ላይ ብዙ መስራት ያለባቸው ነገሮች አሉ ኢባዳ አይነቶች ብዙ አዎ እና ረመዳን ላይ ጾም ብቻ ነው የሚመስልን ብዙዎቻችን
እኔ እዚ ላይ ነው ማንሳት እንፈልገው ጾም ኢትዮጵያ ህዝብ ጾም ልጅ ሁሉ እንዲጾም ነው የሚያስገድዱት በቃ ጾም የሚበላ ቤት ውስጥ አንድ ልጅ ቢኖር ጾም የማይጾም ልጅ ቢኖር የመጨረሻ መንቡድ ነው የተጠላ ነው የሚሆነው ግን ሶላት አይሰግድ ኢንሻአላህ ቀስ ብሎ ይሰግዳል ነው የሚሉት ሶላት ደግሞ ከረመዳኑ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያለ ነገር ነው የተወሰው ይከፍራል የተባለበት ነገር ነው ስለዚህ ሶላት ሳይሰግድ የከረመ ሰው ያሁን መጥቶ ብቻ እኛ ጋር ስለጾመ ይሄ ሰው የጾመው ብለን ስለምናስብ ነው ሳይተሰብሰብር የቀረው እና ይሄ ሰው የመጀመሪያ ማሳመን የሚያስፈልገው የነበረው ሶላት ላይ ነው ሶላት ላይ በጣም ጠንካራ አቋም ተወስዶ መጣላትም ካለብን ተጣልተ ነው መከራከርም ካለብን ተከራክረ ነው ማስመከርም ካለብን አስመከረ ነው ይሄንን ሰው የሶላት አሳመነ ነው ሶላት እየሰገደ ጾሙን ከጾመ ሁለቱ ተባብረው ሌሎች ነገሮችንም ይከለክላሉ ስለዚህ ሶላት ላይ ይችላል ሲል የነበረ አሁን እንኳን ቢሰግድ ረመዳን ላይ እንኳን እንደምን ብሎ ቢሰግድ እንኳን ነገ ስለሶላት ላይ ስለማይቀጥል ሁሉም ነገር ባዶ ነው አንድ አንድ ሰዋታን ይያቸው ገና ረመዳን ልክ ሊወጣ ሲል ተዋለው የሚል አነተ መሳሰብ ሊሮራቸው ነው እንጂ ጓደኛውን እኮ አሰናብቶ የሚመለስ የሚወጣው የተለያዩ ጓደኞቹን የጫቱን ጓደኞቹን የጫዋታውን ጓደኞቹን የምናምን ጓደኞቹን በሙሉ ልጅ ላንድ ጾም ላንድ ወር ተውኝ ፍቃድ ስጡኝ ነገር ነው የሚሄደውና ለዚያም ይጠብቀዋል ሸይጣን የተረበሱ በጣም የመጀመሪያ የሚያድነው የኢድ ቀን ይሄንን ህዝብ ነው ወይ የነበርክበትን ያ ታግድ የነበርክበትን እንደፈለክ ተዝናና በሚል ልቅ አርጎ እንደገና የሚያበላሸው ስለዚህ ጾምና ሶላት ያላቸው ግንኙነትን በጣም አለመረዳት ትልቅ ውድቀት ነው እኛ ጋር ብዙ ሰዎች ሶላት ላይ የነበሩ ሰዎች በሶላት ላይ ሆነው ነፍሳቸው ማሸነፍ ያልቻሉ ረመዳን ላይ ሲመጡና የተወሰኑ ፕሮግራሞችን ሲከታተሉ እዚያው ነው ተሰብረው የሚቀሩት አይወጡ ብዙዎች አይተናል ይሄንን ሶላት ላይ የተዳከመ ሰው ግን ቢጾምም የማምለጡ ጉዳይ ነው አንዳንዶቹ እና እንግዲህ እንደዚህ ያለ ሰው ምን ያረግ ይጾማል ይላሉ አይኛ ሁለት ወንጀል ሥራ አንለም ሶላት ወንጀል ሥራህ ብለን በሶላት እየወቀስነ ደሞ እንደገና ጾም አትጾም ብለን አናስተውምኛ በዚህ ሐላፊነት አልወስድም ይጾምም ሙሉ ማድያድም ነው ምን ነውኛ ሶላት ደሞ እንደቀላል የሚታይ ነገር አይደለም እንግዲህ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر ይሄ ራሱ ብዙዎቹ ሙስሊሞች አሁን አይረዱትም በሌላ አረዳድ ነው ሰው የሚረዳው ምን አለው ምን ከፈር 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 ይያሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይ አልከፈርም ብሎ ሐላፊነት የሚወስድ ሰው አለ አይ እኔ ሐላፊነት ወስዳለሁ አልከፈርክ ማን አንተ ማን ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى كالله مناገሩ ነብይ فقد كفر ብለዋል ኩፍር የሚባል ነገር ተሸክሞ ነው የሚሄደው የማይሰግድ ሰው ኩፍር የሚባል ቃል ኩፍሩን ዱነ ኩፍር ነው ኩፍሩን ሙኽሪጁን አለል ሚላ ነው ኺላፍ ያለው ኩፍሩን ዱነ ኩፍር ነው ያሉ ሰዎች ቢሆኑ የወንጀሎቹ ሁሉ የመጨረሻ ጣራ ነው ነው የሚሉት ኩፍሩን ዱነ ኩፍር ነው ያሉ ሰዎች ሁሉ ምንም አይደለም ቢሰራ ችግር የለውም አላሉ ኢማሙ ሻፊዒ ይገደል ነው የሚሉት ኢማሙ ሻፊዒ ህክመ الاسلامي ባለበት ቦታ ላይ የማይሰግድ ሰው ተውበት እንዲያደርግ አንድ ቀን ሁለት ቀን ሶስት ቀን ይሰጣዋል እንቢ ካለና በዚያው ቀጥላለው ካለ ይገደላል መኖር የለበትም ነው የሚሉት በጣም ቀለል አርገዋል የሚባሉት የሐነፊ መዝሐብ ተከታዮች ናቸው እና አቡ ሐኒፋ ናቸው እና አቡ ሐኒፋም ቢሆኑ እድሜ ልኩን ይታሰር ነው የሚሉት እድሜ ልኩን እስር ቤት ይግባ ሲሰግድ ብቻ ነው የሚወጣው ቤተሰቦቹ እስር ቤት በር ላይ ነው የሚገኙት ሁልጊዜ ምን ሆኖ አባታችን ስለማይሰግድ አባታችን አልሰግድ ብሎ ሁልጊዜ ራሱንም ቤተሰቡንም ሲያዋረድ ይኖር እዚያ ከዚያስ ሰግዳለሁ ሲልና ሲጀምር አውጡት ፍርዱ በዚህ የተፈረደ እንግዲህ ይሄንን ውሳኔ የሰጠበት ያለ ፍርድ ነው እንግዲህ ይሄ በጣም አነስተኛ ተብሎ አቡ ሐኒፋ ከተወገዙበት ማስረጃ የሌለ ስንት ማስረጃ ያያለሳቸው እንዴት እንዲህ ይላሉ የተባሉበት ነው ይሄንን ይሃል እኮ አይደለም ኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠላው ሰው ታሪክ ሶላትን ሶላት የማይሰግድ ሰው እንደ ነውረኛ አይታይም አሁን እኛ ጋር ሶላት የማይሰግድ ሰውና የሚጠጣ ሰው ማን ነው የሚበልጠው ተብሎ ማን ነው ወንጀለኛው ተብሎ ቢጠየቅ ሰው የሚጠጣ ሰው ነው የሚጠላው የሚጠጣ ሰው በጣም ነው የሚጠላው ጾም የማይጾም ሰውና ሶላት የማይሰግድ ሰው ማን ነው የሚጠላው ቢባል የማይጾምን ሰው ነው እንዴ የማይጾምም እንዴ የማይሆንም ነው የሚባለው ሶላት ግን ከዚህ ሁሉ የበለጠ ነው ተግባር ሆኖ መተው ያከፍራል ተብሎ የተነገረለት ወንጀል ቢኖር በሱሐባዎች ዘንድ ሶላት ነው الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفتسم يا لا صلاة إسلام يبان لك إلا إن عندنا صوم كصلاة قارة على ما الزامد بتقام انتنا له قدات له تنلزينه كورسو على سرايا له بيامته يمتقال لي صوم صومو قن شوال لي ازجاوش أكاوش إقبال لمن ጫካ ውስጥ እንዳይገባ ሊከለክለው የሚችል ንስላተ ተንሃ عن الفحشاء والمنكر صلاه يسجد سو
أمست جزينو كالله جارا مفتتو ودع الله مكومو الله أكبر ملو أمست جزي الله أكبر أيتو تكنو كالله لأوت أي ميشل ونجلوس أيجابا جن عمت رمضان ميت أبكي هنا دهنا بكا كبرنو من الباتن يجي رمضان ما تشيل تالك اللي نجلس بلو عندي عندي غوغونا عندي فلقي أرجوان ليلو قيام الليل لاينو قيام الليل ይሄ ለሊት ሰዓትን በዒባዳ የማሳለፉ ነገር ላይ መጠናከር ያስፈልጋል ቂያም ለይል ሰው በቃም ሲሰግዱ ሲቀሩ ምንም ፋታ ሳይሰጡ ማደር ይመስለዋል ሰው እንደዚያ ማለት አይደለም ላ ሶላተ ተራዊህን ከኢማሙ ጋር እስከሚጨርስ ድረስ አብሮ መስገድ መቻ እስከመጨረሻው ድረስ ከቆየ ለሊቱን ቆሞ እንዳደረ ነው የሚቆጠረው ረመዳን ላይ መንቃመ ረመዳን ኢማንን ወህቲሳብ ማለት عشان جماعة سجدة تراويحين عبر جماعة سجدة إمام مسكن ميجرسة حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهلا بثنيا بالنسا كذا وهلا بدو أبي أدرك بيسجد بيكرا الحمد لله قال هذا الرقم ياتي الليلة كومون دا الدرق كومون دا الدرق سون دي هاقن يالي تبالون بزوة تحتين بزي قد دايلايم هلت بودنال عندن يو ليلة جماعة وش لاي ساي تكور تراويح لاي ميا تكور سوال حتى إلا إشا جماعة بزوية تنكم تراويح جن تراويح عمل طب بتام يما يدرغو نغير يلم اي اه يا ملطن ايشا بتشا نو تراويح على ملطنم نغير اسكميل درس بتام اتكور يالبت جن ايشا لاي نو تراويح لاي قچولو ادرو لسبهيم يغداو كهونه تراويح لاي بمهدو لظهورنا لعصرو ميغداو يهونه اندهونه انزي فرضوچن مكتاتلو نو ميبلتو جن كقيام الليلو غارا بتيازا دغمو كجماعه غار مهونو بتاون كم يسجدوا جماعه غير مهونو يبلطانو ممكناتهم يعبرتاتوال كسو بتاچ يالو سوت كسو بتاچ يمياماچو سوت عنداندو تنش گنفان سيزو راسو بتام دكمكم يلال گن انت لاي سيهل مسجد لاي سيهل بومبر ميسجدو يا نكسو يمتو بسو شكم متتو ابرو يميسجدو سوت سياي دين يما من هوني اني من گول لي نو تاديا اندي لي ادرگوالنا جماعه مسجدو جماعه لاي مگنيتو بتام وساي نو عند እንዶ የቂያም ለይል ነገር ሲነገር አንዱ ተነስተው ቂያም ለይል ከየት እስከየት ነው አለው አረግድ የለም በነቃህ ጊዜ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስር መሆንክን እንኳን ካስተዋወስክና ተነስተ ሁለት ረካ ከሰገድክ በቂ ነው የግድ ለይት ቁመህ ማደርና ሸርጥ አይደለም አይዞ አሉት ዑስማን ኢብኑ አፋር رضي الله عنه من يلالو قال ابن عمر أمير المؤمنين عثمان بالليل كان يقوم ربما قرأ القرآن في ركعة بعمرنا بعثمان يودا الدروسه يو عنده مناله أن يكو عثمان باند ركعة وين بولت ركعة ماتنا في ركعة مات باند تسليمة مالتنا لاله بولت ركعة مولو قرآن يقرأ له بيكو تبك الله لانده نقدي يأرقوتها لا درقو تبلي لانه ነገር ግን ታዛቢዎች የሚጠብቁት ሰዎቻቸው ስራቸው ያሉ ሰዎች ዑስማን ኢብኑ አፋን ኸሊፋ ሆነው ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ኸሊፋ ሆነው የኡማውን ጉዳይ ያስተዳደሩ ለሊት ላይ ሲሆኑ ሙሉ ቁርአኑን በሁለት ረካዓኮ የሰገዱ ይመስለናል እስከሚሉ ድረስ ሙሉ ቁርአኑ ሙሉ ስንት ስራ ያለባቸው ስንት ቢዚ እንግዲህ ያው እኛኮ የሆነ ኮሚቴ እንትን ተመረጽ ከሆን ከዚያ በኋላ በቃ ቢዚ ሁኝ እኔ ሊሉቻችሁ ዳቻችሁ አስገዱ እኔ እኮ ታላ ስንት ሐላፊነት ስላለብኝ ነው እናም ነው እንለው ላ ላ ላ ላ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ዑስማን ኢብኑ አፋን ቂያም ለይል ላይ አይቀልዱ ምክንያቱም ቂያም ለይል ለቀኑ ትልቅ እንትን ነው ተበቀያና ሳኢብ ኢብኑ ዘይድ የሚባል ሳኢድ ኢብኑ ዘይድ የሚባል ሰው ይምን ይላል እኛ ጋ እኮ ለሊት የሚያሰግድ ሰው ስንል በዚህ በእና አጠይናና በቁል ሁወላሁ አሐድ የሚያልቅ አልነበረም ካን ይቅራኡ ቢልሚአት ባንድ ረካዓ 100 አያት ከመቶ በላይ ያሉ አያዎችን ነበር የሚቀራው እንግዲህ ለዚህ ነው አጭር ረካዓዎችን ሲሰገዱ ሲባሉ 11 ንስገድ ስንል ከ23ቱ ያነሰ ጊዜ እንዲወስድ ማለት አይደለም عندانو تلو چرسو لمهدي تدرج نغير يمسلوا لا 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 تسال عن حسنهن وطولهن على عائشه نبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعه نبر مسجدت جن 11 ركعه النغر ارزمتاچون وبتاچون ركوع مرزمون سجود مرزمون قيام مرزمون قراءه مرزمون اطيقوني يلو نبر اطيقوني يلو نبر سبحان الله
እንግዲህ ምን ያክል ኢባዳ ላይ ለሊት መቆም ላይ እንደሚያዘውትሩ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናልባት መንገድም እንኳን ወጥቶ አልተውቱ እኔ ደክሞኛል መንገደኛ ነኝ የሚሉበት ሁኔታ እንደሌለ ነው ለሊትም ላፊ ሰፈር ወላፊ ሐደር 11 ረካ አልተውም ሱውትር አልተውም እንግዲህ ቢያንስ መንገድ ላይ ከሆንክኮ እንደው ደክሞህ ሊያመልጥህ ይችላል መንገድ ላይ ብዙ ህደህ ላይ መጭ ይችላል ላኪን ቤቱ ላይ ቁጭ ብሎ ምንም ስራ ሳይኖረው ከዚህ ሌላ ለሊት ምንም ሰራሁ የሚለው ነገር በለለበት እንኳን ይሄንን የሚያስመልጣል ሶደቃ ያስፈልጋል ሶደቃ መስጠት መለመድ አለበት እንደው መስጠት ለሀብታሞች ብቻ ታስቦ ሀብታሞቹ በቃ እጃቸውን ይዘዋል እሱ አያሰድቁ ምናምን ከማለት ይልቅ እያንዳንዳችን ራሳችን ሁላችንም በዚህ በሶደቃ ላይ ሁላችንም ማሳተፍ ያስፈልጋል عند حديث الله امام الصحابي الجليل انس بن مالك يذكر الحديث افضل الصدقه صدقه رمضان كصدقه كله تلقوا يا رمضان صدقه نو يا رمضان صدقه مالك كلي لو لمن بلته رمضان لاي وقته اخلاصهم اخلاصهم سو يوسوسوت ليولي ليسمو لي يسروت ينبروا نفسياوچ شيطانو بمولو تداكمونا يالو كذا هذا مو فلاقيهم رمضان لاي اغنيالو بلو ميغواغوابت نو صح صح نيا غا ايثيوبيا وسط اهو يتلمدو نغير من الله رمضان سيون بتلايو غطروش لاي يتشغراچو ينبروا سوت كتموچ جبالو ايوه كتما وسط لمدو ميغوت منالبات لامت ميهوناچو هيوتاچون ميمروبت لاي نغير لياغنيو يچلالو ناغنيالن بميل ሀብታሞቹ እጃቸውን ይዘረጋሉ በሚል ለደሃ ለሀብታሙ ደግሞ እኮ ተቃለለለት ደሃዎችን በእያሉበት ሄዶ መስጠት ነው የነበረው ሄድ ነበርበት ሳ ግን ደሃዎቹ መጡ እሱ ጋር አከባቢው ደረሱለት እነዚህን ሰዎች ስርዓት አስይዞ ጠብቆ በማይባክን መልኩ ሊሰጣቸውና ሊሰድቅ ይገባል የግድ ዘካ የገባ እንትን የወጀበባችሁ ብቻ ማለት አይደለም ናም አብዙ ሰው የሚረዳው ሰደቃ ሲባል እኔ ዘካ وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ነው غير الصدقه ነው غير الزكاه نو زكاه ما ركن من اركان الاسلام نو زكاه وجوبت من مكو مدرادر ايتشالو يي صدقاون ارغو اتارغو يالن منغفاو ازي بوتا يبلطال ازي يشالاچوال منلو تراو صدقه نو سلازي زكاه يالوجببتم سو بيون يصدقه نغر بتام تن نو سلفوچو بصدقه لاي بتام غغو نبرو انا فككرون بزيو لاي نبر اشقدم دمياون بزي نبر نبي عليه الصلاة والسلام بتبوك زي ما تاقزي عندو يان لا تسوو دوها لا أتبرو مكنياتهم من هدبات زي ما تا روقنو سنك ناتدك أسفل لغنال مي من قافت أو مهايل روم من قس نو يتدراج هايل نو نيادم وجماري وشنن سلزي هل لا تنم يان لنن ودوها لاندان نلبلو بس نسراتو عززو نبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إن شاء الله سين ملس بتالي بسلك اسمر لعله نعم السلام عليكم حسين وعليكم السلام ورحمه الله ايوه نعم تفضل اهلا اهلا يا جيل البرد ايوه طيب هل يا ولد الله جسمك وريانا ما جسمك استي استي انا بدات اني ابدا من البرد ايش هي مندنا يعني جسمنا 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 استي دم سهل دمسهن كف ادرجن هلو 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 استي دمسهن كف ادرجنا تنش رجع بلا تناجر يوم العيد يعني ها من دنا يركو الله استي هون ورجع 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 وديت وديت هاجر ورجع السعوديه العربيه اشي اشي ከዛ ነገር ከነገር ይነበር ጾም ጾም ላይ ምግብ ተመገብ ነበር አዎ ጾም ከነገር ይነበር መንገድ ላይ ሆኖ አፈጠረ ማለት ነው ሙሉ አርባ ልክ ብዬ ታገኝ ነበር እስቲ ሙሳፊር ነበርክ አዎ በጉዞ ላይ ነው طيب እሺ እሺ ጥያቄው ምንድነው እና ያንን የተረዘም አይቶኩ ሳውንድ ሳይቶኩ ተረዘም طيب ماشي. طيب طيب ان شاء الله شيء ياو بوزو كان نو يتوسنوا قناتوش ناتشو اه عندي 10 كان 10 كان ولا بنينا نديه كان
طيب ايش ان شاء الله ايش مالس لا تيك يلا عندنا لا لا بالفهم من والله يسمعوا عدلهم ايش تمسك عمره ايش عمره غادنيا عمره حديث عمره من هنا تقارطول. طيب من البات ملسو يموكر دمصم طرات يلهم بزوم مسمات الشالكم طبعا كزي بفيت يتيقو تياقي نبره አንደታችን ጠይቀችው የሰው ሐቅ ነበርባት ባለፈው ፕሮግራም ላይ ጠይቆ ነበር የሰው ሐቅን አጋጣሚ ሳልመልስ ቆየሁኝ አለችና ምናልባት ያን ሰው ደግሞ አላገኘሁትም ያንን ገንዘብ ወይ ደግሞ ንብረት ምን ላድርገው ሰደቃ ላድርገው ወይስ እንዴት ላድርገው ስትል ነበር አዎ እንግዲህ ያው የሰው ገንዘብ መውሰድ ሌብነት ነው በጃዙ ሰው ይዋወቀም አላወቀም ንብረቱ ተወስዶበታል ሰውየውን አገኘችም አላገኘችም መጀመሪያ እሷ ገንዘብ እንዳልሆነ ማወቅ ያስፈልጋል። አይዮ እና አላገኘሁትም እና መጠቀም አለብኝ ብላ የራሷ አርጋ መጠቀም የለባት። ሁለተኛ እንዴት ነው የምታደርገው? የመገኘት ተስፋ ካለው ማፈላለግ ነው። ምክንያቱም ገንዘቡ ለባለ ሐቁ መድረስ መቻል አለበት። አታሱ ቢሞት ለወራሾቹ መድረስ መቻል አለበት። ይሄ እንግዲህ ያው ዝም ብሎ ትንሽ ፈላልጎ አይን እንግዲህ አላገኘው ምን አረጋዋለሁ ብሎ የሚተው አይደለም ምክንያቱም አማም አላህ ይሄ ሰው የሚቀበለን በሐሰናችን ነው ሐሰናችን ነው ለነሱ የሚሰጠው ሱብሃንአላህ ስለዚህ ይሄንን ገንዘብ አፈላልጎ ቤተሰቡ ጋር ማድረስ ባለቤቱ ጋር ማድረስ ይቅርታ መጠየቅ ከሱ ጋር አፉ መባባል ይሄ ግድ ያስፈልጋል አሁን ነው ችግሮችን መፍታት የሚያስፈልገው አንዳንድ ጊዜ ግን ከዚህ ከአቅሙ በላይ የሚሆንበታል መመለስ ተስፋ የማይቻል አድራሻውን አማ ምንም ነገር ምንም ነገር እኔ ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች የሚሉት ምንድነው በመንገር ላይ በራሃ ላይ አብረው ይገናኛሉ ከዚያ አብረው ሁለት ቀን ሶስት ቀን ይያደሩ ይመጣሉ ወደዚህ ወደ በራሃ የሚመጡ ልጆች እንገናኝና አንዱ ካንዱ ይበደደደራሉ ከዚያ በኋላ የሆነ ቦታ ላይ ሲደርሱ ይበተናሉ የሚበተኑበት ከአቅማቸው በላይ ሆነ በመርጫቸው ሳይሆን የሚበተኑበት ኃይል ይመጣል ሀታ ዚህም ከደረሱ በኋላ አንዱ ስራ አግንቶ ይሄድና ከዚያው አድራሻው ጠፍቶ ከዚያው ይቀራሉ። እዚያ መነሻገራቸውን አይተዋወቁም መንገድ ላይ ነው የተገናኙት አንዱ ከሐር አንዱ ከጎንደር ይሆናል የመጡት። ስለዚህ እዚያን ገንዘብ የመመለስ ነገር በጣም ትሪላቸዋል። እነዚህ ሰዎች እንድን ያደረጉ ማድረግ ያለባቸው በእነሱ ስም ሰደቃ መስጠት ነው ያለባቸው። አይዮ ሰደቃ ነው ልሰጡት የሚገባው። ምክንያቱም አማራጩ አኺሩ ይሄ ነው ያለው ነው ኢንሻአላህ ከዚያ በኋላ ደግሞ አማም አላህ ጥያቄው ሲመጣ ከአቅም በላይ እንደሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለሚያቅ አፉታቸውን ተቀበል ለአላህ ሊቀበላቸው ይችላል ብለን እናስባለን። ምክንያቱም በራሳቸው ጉልበት በራሳቸው ኃይል ያደረጉት ነገር ስላልሆነ ማለት ነው። احسن الله اليكم جزاكم الله خيرا እንግዲህ አሁን ወንድማችን የጠየቀው ጥያቄ ረመዳን ያለፈ ረመዳን ነው ብለዋል። መንገድ ላይ مسافر ሆኖ ሳለ ብዙ ቀናቶችን ወደ 10 ቀናቶችን አልጾመም ነበር ቀባውን ደግሞ መልሶ አልከፈለም እስካሁን ድረስ ቆይቷል። ምን አለብኝ ነው ረመዳን መጣበት ይሄ ረመዳን እስከሚመጣ ድረስ ቀዷውን ያላወጣበት አቅሙ እየቻለ ከሆነ ወንጀል አለበት። ለምን አዘገየ ማውጣት ነበርበት ለምን አላወጣም ጥያቄ አለበት። ይሄን ወንጀሉን የመጀመሪያ አስተግፋር ማድረግ ነው ያለበት። ከዚያ በየቀዷው አንዳንድ ሰው ያበላ ነው ማውጣት ያለበት የሚሉ ሰዎች አሉ። አይ ተውበት ማድረግ እንጂ መክፈል የለበትም የሚል ጠንካራ አቋም ያለውና ማስረጃውን የሚያሳየው ይሄን ነው። በማዘግየቱ በገንዘብ ተክሶ ተቀጥቶ ይሻራል የሚባል ነገር ነው ያልሰራው። ምክንያቱም ተውበት ካላደረገ በስተቀር ትልቅ ጥፋት ነው ያጠፋው። ቀዷ ማውጣት እየቻለ ሳይወጣ መቅረቱ ወንጀል ነው። ይሄ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስትግፋር ነው ያስፈልገው። እንትን ፊዲያ ይክፈል ያንዳንዱ ቀን ያበላ ቀዷ የሚያወጣ የሚለው ነገር ከማስረጃ አቋያ ፍቅህን ብዙ ተደጋጋፊነት የለውም የሚል ነገር አለ። ያው ዋናው ትልቁ ተውባ ወደ አላህ መመለስ ነው። ተውበት ያስፈልጋል። ለምን የቻለ አላህ በዚያ በመንገድ ላይ ያለ ጾም ቢል ኑሮ ምን ይባል ነበር? ሶላት ስገድ ብሎ የተቸገረን ይመተው ግዴታ ነው ወጣት አለበት። ጾሙን መጾም ነበረብህ ቢል ምን ነበረ? እና ያንን ያገራለትን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ወለታውን አልመለሰም አላመሰገነም።
الدلون ستوت عدة من أيام أخرى عرق بلوت بتعامل رجعت يعني أسر كأنه السجن يك يتكمتوا أسر ورق كأنه من نجار تنسائل غريزي وسط أسر كناتا سبحان الله عند كان ألفو سامنتي بس سامنتي عند كانوا كان يجسوم سر عليهم كان بيهني رفت كانوا يجسوم ما جرس يمشي لو كو كأنه نا إيه كل ثنين نثنو طيب أحسن الله عليكم جزاكم الله خيرا نجري إن شاء الله برنامجني كتلة لكن رفت وستنت ملسن إن شاء الله نتعلم إن شاء الله كبراتنا كبرانة كبراتشونة تورداتشو يا برنامجين تكاتها وش إن شاء الله برنامجين يكتل على نقرجن كأفتاب وعلى تملسن من كتلي هنا ساتركو تبكون فاصل هنا واصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنكون لأندشي أرمتو أربانيو يا رمضان ور بسلام درسن يا رمضان ور يصوم يصلات يعبادة عند هذا الجلن الله سبحانه وتعالى نمن عليه. بزيه ور رمضان كن يجار يتسنيو برنامجين يزن كربالن. بزيه برنامجين رمضان يمين ملكتو قدايوش يمين ويا يبت صدق تشينجار سل عندنات يمين نانسابتنا تلومون يمين ملكتو قدايوش بجلس يمين نانسابتي هنا. يهنيك تسرجت برنامجين عند كاتلوننا يلا شو حسبنا السايت عند تدرسون كوديهم قبضة شهلن. رمضان مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم كبراتنا كبران يتكبراتشونا ترداتشو يا أفريكا تيفي فروغام تكاتاوشي رمضان كنيا غاري تسنيو يكتا سريتش فروغام نو يتكاتلاتشو يالاتشو إن شاء الله رمضان بتملكت معنين يوم حساب تياك إيكالاتشو لتانسو انتشرالاتشو إن شاء الله زيهو شيخ محمد زين زهر الدين زيهو ستوريو تغنتو إن شاء الله لتياك يوشاتشو مالس ميساتو باتيونات قدام مثل انقدي ان شاء الله سنكتها تالي نبرو شيخاتين سياسة دوني نبرو سلا حالو السلف نبرو سلفوش رمضان وست انديت نبرو سياسة اللفو ينبرو تيدرو دقاق يا الله سبحانه وتعالى بارياوش انديت نبرو عبادات ورمضان وست من نبرو رمضان كليلة وراتوش لأيه تدرقو بممالكو سياسة اللفو نبرو ميلون نقا عندان وسينة تبوشن سلا صلاة سلا صدقاء عنستن نبرو سلا قيام الليل ما نستنال يتوسنوتن ان شاء الله يتكاروتن كتلال ان شاء الله برمضان است كمن نشات كالبات شو نجاروش مكاكل لو من لمدي على اللبات سويش برمضان لاي عمره ما أدرك تلك أجر يالله إنه هنيك عمرة في رمضان تعديل حجة معينه نبي عليه الصلاة والسلام لوت رمضان لاي عمره ما أدرك كنبي جار عليه الصلاة والسلام حج إنه ما أدرك نون رمضان لاي عمره لما أدرك جن هلو ما يشل ما نمسو بتيب يالله بعلم يالله هزو بمولو عمره يادر قال بلنا أنت بكم كن بيت وستهونو زي أو سفرهونو كبابي ولايهونو عمره ما درج يميتش لبث تلك التلال عمره في رمضان إن دار الرج يميك وتربت زي أو مثل نشر على جن يوميتش لال الجلوس في المسجد حتى تطلع الشمس صبحي كسجدوا بهلا يا رمضان سويها صبحي سجدوا ودي أونو مثل ناتنا مفلقوا كن هاي سكمت وطأنا عند سنزر ولا سنزر ولا راكس كمت الدرس كوت تعجب بتسو أتنش جزينه كوي يقول ديك أسوس ديك على يونيوثنو كوت تعجب هلا ياس كمت الدرس هاي كوت أبكو صلاتي سجدس ولا تركع سجدي وتعصب عمره تامة 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 نبي عليه الصلاة والسلام هن حديث بجلس سينقرون من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة 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 إمام الألباني هنا حديث كان السود ولا في جامعه في سلسلة الصحيحة صحيح إلى له هنا حديث إيه حديث يسد أو يكفت أو بر أنا قلت أني أنا يهزباتين هنسمتو مكان الذي عش ساعات هذا اللب مول ولا اللي تونك شو له تاجين يالله ببالي ما أدري قوي مسلم صح عمره لما متأت عهون يالله في التجيا يالله وتورجنة عهون من ألبات قريت النشك الله المسلين يجيب رصوصه بعلفه وعمتات ديت إن ده تسكع يهزويت يبيع مسلم الله
من يحال كفيا عند كفلة من يحال وتأورد عند تسكعية تاوكال يعني أنه هلو كما أدرق إذا هو بيتهات أقابه بألو مسجد الله يهن عند تأدرق تجلال لنا أجروا يهن على مزقب اللي تجلال لنا وانت موتش زيها الله تشهوت سوش هو انقري مجلس حج سكت الله أنه المجم حج وجب ببت زيها وسلا ركا حج سكت عمره وجب يوجب ببت سو سكت الله لأن المالة تهد الله أجروا يهن تاقن يالله كتبت حجرة عمرة تامة تامة مالة مقبول يهون اتش عمره عينت مالنا هذا في كل الأيام فكيف بأيام رمضان إلى الشام عند الشيخ يهن النبي صلى الله عليه وسلم رمضان بتشاس هون كرمضان وجم يهيك أنا يهيك نجار على تولو تنقرونا بيتين يوم كان صبح سجدوا جماعة نزاقوا تشلوز يكري يذكره صحيح كم توت أقويته يدرس سو عمره تامة حجة تامة عند سرنا ميقطر أولوان رمضان لا يدمو سهون مضاعف نومي هونو سلزي يعني يا إثيوبيا مسلم الحمد لله صبح سجدان سحورون زغيت ترغوم يميبلوا ابزهنيو اقالو صحيح بتام تنش سوچ ناتشو قدم بلاو گماش ليليت ايبلتو كزي ابو هلا تنش تنتهنيا بلاو كنسو بيو يمسملتو ليلاو گن ابزهنيو الحمد لله يتنياوم تنيتو تنستو سحورون يبلا انديوم انداندوچو سحور سلال بلانا صوماچن يبلاشالو يسكميلو درس يسحورن اهميه اسفلاگنت يان يحلو مياقوت يا زي مدرسة باينوربتم سنة نو مستحب نو گن سحور لا لا سحور كسكر كده مو لسه في كربنا نعم تكمل طيب سلك مسمار لا لا نعم لنك تلا لا نعم ألو أبيت نعم السلام عليكم ما النو تبارك الله طيب خير إن شاء الله النا يزه سحور ودز يا مت تجاهته ودز سبيه يا مت تجاهته فائدة سحور اللي لسحور اللي يتنساسه يسحور أجر أجنان يسبحينهم كدم بلوي مسجد أجنان إذا أنتنا آخر الليل كالله سبحانه وتعالى ملمن مفلقون دعاء ما أدري مفلقون يا تسعة تعلتشو إنهن هلو أدركو سبي سجدو نش تأيكو بتأم كفجكو أربع دقيقة ثلاث أمس دقيقة منام نقوله سبيه عند سبيه ما لتنو سبيه عند ملك بس ساعات كذا أبو هلا ولا تركع عن سجدو ميتين يوم كونه تين يوم مورد سرا مهرهم كونه سرا هده يهنن أجر يعني سلز يهنن من لمدة اللبد أهون كتلمدة كسبه بحالام بهون ممهران وتشو سرا تين وتشو منام وتشو كسبه بحال بزوس هاي تين يوم يعكر سو مكنا تون سرا نو مهرهم سلز يأчин بيت هك كبابي زنبلو بالهونه بهونه كم يسالفه زيا مسجد وتشورو مقرأ كهونه قرآن يقرأ يتمارا كهونه يتمارا ذكر يذكر كهونه ذكر يدرجاتنش كويتو كذا بحالا يتشين يسج يهكو يا الضحى والصلاة يتكلتان يا عمران أجر بيك أو عمران يسرها كنا مثله ما لثنو بيك أو عمران ما عندي تهدت اللي كنت لا دلني إنقدي راسه ك يتدست أنا ميولو كانوا كالله قال لهم جنوني نتيج أمره سبحانه ودقوا بالزوال سبحان الله طبعا صلاة سيبال كلا النبي صلى الله عليه وسلم من البات عندنا صلاة فوتش إنقدي من كارو سلسارة كأن بكانوست مشاكلو بطني دار سلسارة كأن ديت ما مشاكلو تقول عندنا سوي تأييك على طبعا من الباتم بكلالو ما يتشال لون واجب صلاة وجه أسرع سبعة ركعة أسرع ولا تركعة سنة وجه لوك الضحى سمن ركعة الضحى بيسجد نعم الضحى سمن ركعة للي تدري مو أسرع ركعة عندين دي ياله بتعم بزور ركعة وجه ما تعم كلال كونه يعني صلاة ولاي أهون عندك عندي هلا نعم سلك مسمار لالو مسار إن شاء الله كرتا نعم ما اللي بل أيوة أيوة يا كيالش ما اللي بل هتاجن كبيروت نبر من دوله وتحشن كذي طيب طيب كصلاة قال لنا قد داي إميل لا صلاة صلاة لاي سوى شيء يكبد على مسألة جوالينجي عنده من على صلاة عندي أمسى صلاة تكنسة تقول لينجي كوب الجازركو أهون أمسى صلاة على مالتنا ولا عاونا له قن يكون نزي أمسته شو يا أمسى ونشفنا ولا فرضه شو بتشا يعني مو فرضه نبر أمسى ينبره أهون قن ياندان دو يمتاو بين الله وبين في الجنة كونو بك أنكو أسره لترك عي سجدة بين الله ولو بيت في الجنة بيك أنو ما لثنو كل جزية سجدة عند بيت سر لثال من لا بيك أنو لسجدوا يسر لثال ما لثنو وليس على الله بي عزيز لا الله بتأم كبر هذا نعم سلك مسمار لا لا ألو أيوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اللي بل سمية أحمد كسعودي إيش سمية تفضلي
فتوى لمضايق نبر اشي اشي طايقي يولد ترقوش نبر كوين سيدك مي رمضان عالفو يعني مكفرش لان سنبار القن يا وانجل عطول مالس يولد ترقز لنا لأيالش يعني قاتمي منم سلال بلون ينبلو لوات انتسل وحتى الطول طيب هون بزيو رمضان نو بزيو رمضان نو او بزيو رمضان طيب ليلاتي يا كده كاغر تتايقي نبره تايقي لي تبعي تايقي يا كده ايوه اهتي نش بالي ك فطور بوحالا كسحور يعني بالو ساعات ساعات قمالو عباده نو يلينيال ايه نجر انت نو بلا نبره لتنيا يا كده مو እሱ ጫት ሲቅም ምን አቆርፋለው ይሄ ወንጀል ይሆንብኛል ብለ طيب ان شاء الله ባለቤቱን አትመጠይቀው አዎ ባለቤቱን ይቻላል እሱ አታቆርፋለች እሱ ይቅማል طيب ان شاء الله እሺ እሺ ሹክራ ለክ ان شاء الله አትመልሱን ተካታይ እህታችን ወያ طيب እህታችን ሱመያ ጠየቀችው በዚህ ረመዳን ነው ሁለት ወር ጉዝ ይሆነች ደክሞኝ አፈጠርኩኝ ነው የምትለው ይሄ ነገር እንዴት ነው رمضان ሁለት ወር አይደለም እኮ የመጀመሪያም ቢሆን በጽንስ ላይ ያለ ሰው ያረገዘች ወለደች መታጠባ ልጅ ሴት ልጅ ታፈጥር ሸርዓን ተፈቅዶላታል ሩኽሳላ መጀመሪያ መጾምም ማታሰብ አልነበረበትም በተለይ እንደዚህ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ያለው በጣም ሊያማቸው ለእንግላታቸው ስለሚችል ማለት ነው ለማንኛውም ቀዷ ብቻ እንጂ ምንም ነገር የለባሽም ምንም ማፍጠር ነበረብሽ ወደው መጀመሪያው ነው ሁለተኛው طيب ان شاء الله ياتي مسمر لها لسلك ان شاء الله تكتل نكتل طيب محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سياك نبر عندهم ايوه عن بالي وعند بال مشتو بقت تسلك دولو يفتات مشتو معناته نو لك سلكو ستانسا اسوان سايماكر اسوان سايتي ترجعتو معناته انديت نو يتشال لا يتشالم طيب يسوان فكار سايتيك የሷን ፍቃድ ሳይጠይቅ ይደውልና በሷም ሆነ በሰው ስልክ መስመር ላይ ያገኛ ሳል ከዛ በኋላ በሰው ስልክ ማለት ነው ያው እሱን ስልክ ስለማታነሳ አስለማታነሳለት ወይም እሷንም በአጋጣሚም ቢሆን አንስቶ ወዳውኑ ረጃቱ በያሻለ ብሎ ይዘጋል طيب طيب እሺ ሌላ ጥያቄ አለ መሐመድ አይ شكرا ነው ይሆነው ይሆነው አመሰግናለሁ አፍዋን ወያክ ኢንሻአላህ እሺ بارك الله فيك طيب እህታችን ሱመያ ጠየቀችው ከወደ ሀገር የጠየቀችውን ጥያቄ ነው አንድ አለች ባሏ ጫት ይቅማል ከፈጡር ጀምሮ እስከ ሱሁር ጊዜ ባለው ሰዓት ጫት መቃም ኢባዳ ነው ይላል እና ይሄ እንዴት ይታያል ኢባዳ ነው ወይስ ምንድን ነው ላላ ጫት መቃም ኢባዳ እንዳልሆነ እሱም ያቃል ጫት መቃም ኢባዳ በቁርአን በሐዲስ ተንብሮ ጫት ይቃመ ሰው እንዲህ አለ አጅር አለው ተብሎ ተጠይ ተነግሮት አይደለም ጫት የለመደው ለስሜቱ ነው ለሱሱ ነው የሚቀመው ዱአ ያረግነ ነው ነው የሚሉት የሚያማሃኙት ሸሆችም ጫት በሚቀሙበት ጊዜ አሁን እንኳን ሸሆቹ የተውት ይመስለኛል ምክንያቱም የሚያሳፍር ነገር እንደሆነ ሁሉም ያወገዘው ሙስሊሙም ክርስቲያኑም ያወገዘው ያለ ተግባር እንደሆነ እየታወቀ ስለሆነ ጫቱ እየቀረ ነው አላኩል ሐል የሚቀሙት ሰዎች የሚቀሙት ቀደም ሲል ዱአ ልናደርግበት ነው ሶላዋት ልንል ነው ዝክር ልንዘክርበት ነው ቁርአን ልንቀራበት ነው ትምርት ለዒልም ልናወጣበት ነው ሊረዳን ነው ብለው ነበር የሚሉትና ያንን ይዞ እሱ ራሱ ኢባዳ ነው ብሎ ቀየረው እሱ ደግሞ ምክንያቱም እሱ የሚያረጋው ነገር ስለሌለው ቁርአን አይቀራ ዝክር አይዘክር ሶላዋት አይል ምን አይል ዝም ብሎ ጫት ላይ ቆይቶ ተጉመጥምጦ ጾም ያለው ሊል ስለሆነ የፈለገው እሱ ኢባዳ መስሎት ነው ይሄ ጫት ላይ ያለ በተለይ ረመዳንን የመሰለ ሰዓት የረመዳንን ሰዓት ላይ ይሄን ትልቅ አንድ በሰባ አንድ በስልሳ የሚመነዳበትን ወቅት በዚህ ማሳለፍ በጣም የወደቀ አመለካከት ነው ይሄ መቅረት ያለበት መታረም ያለበት ከፍተኛ ስተት ላይ ነው ያለነው እና እሷ እንደ ኢባዳ ነው የሚላት ነገር ኢባዳ እንዳልሆነ ማወቅ አለበት እኔ አደጋኛ ነው ምለው ራሱ ከመቃሙ የበለጠ ይሄ እምነት ካለው ነው ለሷ ለመከራከር እንኳን ብሎ መናገር የለበትም ምክንያቱም ኢባዳ ከዚህ የተለየ ነው ኢባዳ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅ የሚነሳበት አንገት የሚደፋበት የሚለቀስበት የሚቀራበት የሚዘከርበት እንጂ ኢባዳ ማለት እንዲህ ጫት ቅመህ መርቀነህ የምትጮህበት ነገር አይደለም ኢባዳ ማለት ስለዚህ ከኢባዳ ጋራ ማገናኘቱ እምነቱ ከመቃሙ የበለጠ ወንጀል ነው ከመቃሙ የበለጠ የዱዓ መሳሪያ ነው ብሎ የሚያምን ሳለ ራሱ ጫትን መተውበት አለባቸው ጫት የዱዓ መሳሪያ መቸውም ሆኖ ያቀ አስለን ጫት ራሱ ምናልባት حرام ነው ክክል ነው የሚሉ መረጃዎቹ አሉ
نجر جن لا السو السون النتوالا نحن شو إجات حرام إنه هذا اللي ميلو نجر علماء أشون بيكرب ميك متسوي تراسو حرام إنه وده ميل در سؤال ما يك متسوي ما يزعفوت ما العلماء يتسعفوا نجر كاين بيت آمنوا السو كحرام قال هون تهدي أيتين يا وارن زاجنو حرام مي هون يعني نجر وتشالو مخدرات وصلنا ميجاباو ما إنه لاي مسكرات وصلنا ميجاباو يتلاينو ميجاباو نخلاف هالشيء ورجت أسكر ويا كم ميلو سو تشالو አሰክር ምንም ይባላል ስንቱ ያበደ እየሰከረ ነው እንጂ ማስክ ማስከር የተለያየ ነገሮች ኖሩ ይችላል እንጂ ነው አልሙይም እኔ ግን ይያያለሁት እቺ ልጅና ባልዋ ጋር ያለው ትልቁ ችግራቸው የኢባዳ አካል አርጎ ጫትን መቁጠር ትልቁ የወንጀሉ ወንጀል ነው የጥቃቱ ጥቃት ነው ህዝባችንም ተጎድቶ የነበረው ሲ ትንሹ ትልቁ ጫት ቃሚ ሆኖ የቀረው የኢባዳ አካል ነው ተብሎ ተነግሮ ስለነበረ ነውና ይሄ ሊቀር ይችላል ይገባዋልላሎ طيب احسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا ان شاء الله نكترالن طيب ليلى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيّاك يا نبّرني. أيوة تفضلي. هون نيجي جدا نيجي دهوت. ماشي. صوت هون كذا بلاي هون عمرة بالنهيج هونال. صوت هون كذا بلاي ما هونال. سيتو شونا شو؟ ونديلا. طيب ماشي. خلاص تيجي طيّاك إذا مو كاني كثرنا شهيتي كا عبرو يتربى لجمع لأنه لني. لسو مش شكون على البي؟ استهيد جميل؟ كاني كتان ناشهيتي جامال النو ايوه عبروي تأبا كناتش مالك نو؟ كناتش كناتش لي أبا؟ اوك طورو لسو هم مش شكون على البي؟ طيب ان شاء الله اش سوستيني اطياكي اني اقرب كبت ساعت مال النو عند سيد هاي دم توبات يلزم أجو أما صوت أتند على بس جراشون مالك من بس بس صوت أو درس مالن جن أيوة. الحمد لله رب العالمين سنة وشنا ما زوم عدلو يلزاني على فون من ما تسمع له بريد لا يالش يزوم شون يسأجر شون مالتنا أجر بيت بنا بركو بشرات مالنا نعم قبل يعني ادمي لازم درس الام كتصوم كدرس معلنه عند حيد لي هنا يزن قد عند متاسو طالق نبر تا فطرالش كنا تواضع طبعا ايوه لا لا على فطرم تدار تغباه بحالا معلنه بعدين طيقت قال لك شان يقول حيد هنا تصوم ينبر معناتنو اه طيقت انديت نو سلو معلنه لازم احترام ما تصوم علبش ما تطر يلبش معلنه طيب. الحمد لله. إني من ما قاونا قريلني. أبشر إن شاء الله. يعني فتوى تكتلش عن شيء صومش كذا بهلا مكذا الكفلشين بس أنا تملكوا كتلشنو. بس اللي جت ولك يولك بطني يوري ورنا بربني زام بتشان يا سطاب. بين الحمد لله زها قرتها متهودي يعني سنة بومشين مزوم الله الحمد لله بين يبلفون من ماذا. طيب خير إن شاء الله إيش إن شاء الله ملسم تكاتلي. وياك بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب كده مثل هتاجن سمية تيجي تشون تيجي نبرة. بالي إن ده جار سيكم أنا أكورفون نبرة. هي إني لاي الله يقطع بيني المسلم. ما كورف هذا اللهم بلت أنا وكمان يلبس. ما كماسك الكلنا يلبس شيء إننا بعد جن. ما كورف هو هذا اللهم فايده. من مكاكرو ما جباباتونه. سلته كور عرفاتشو. من المفتيها تامج ما كورفش. عسمكرو جن عسمنو لمنو بيهون. ببهاري وبتشا بميامن بيت بهاري مقانيزو. يهن النجار اللي توي ما درجون ونجي ما كرارفو ما تعلاتو رمضان أشوني بلته تبلاش الله شونجي منهم تكمل الله مجن ببهاريزو اللي توي ما درجنا ممكر ما سمكر ملمن ما سلمن ترى تشلي هون الجبال أهونم لتقارر جاي الجباشو أحسن الله عليكم جزاكم الله خير نقدمه عندما كان محمد تيجي وتيجي نبرة طلاك كفتات وهلا عندك أنا قعد عمي مجلس ودولو مجلس كوش بلو وقعد عمي أو رجعتوا كهلات تملل سالك يسوان فكاد عايف اللي قم رجعتوا طيب بسلك مسمر لا لا من ألو 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 السلام عليكم ورحمة الله كوارت قالك أجرنا طيب قد إن شاء الله ملسون دم يمكر تصفى نادر قالن ياو كنيتور كان صار مستري كأجر سلطة دولنا طيب يا طلاقكم قداي نا طلاقكم قداي رجعتوا كهلا በትኛው ማጋጣሚ ረጃቱ ካላት ወይ ረጃቱ ብሎ ተከላከለላ ወይም እሷ ሳትሰማ ራሱ ለጓደኞቹ ቁጭ ብሎ ረጃቱ ብያታለው ካልና ለሱ ከደረሳት ያው ረጃቱ ጸድቋል የሷን ፍቃድ ይፈልጋል አይፈልግም የመመለስ ጉዳይ የመግባት ጉዳይ ያለ መግባት ጉዳይ አሁንም ሙግቱ ተቀጥላል ማለት ነው
ምክንያቱም ፍቃደኛ ካልሆነች ረጃአቱ ስላላት ንካህ ስላልለባት በግድ ትኖራለች ማለት አይደለም። እቤት ውስጥ ያለች ሴትም እኮ ንካህ ያልተፈታችም በግድ እኮ አትኖርም። ፍቃደኝነት ሆና አምናበት ነው መኖር ያለባት። ስለዚህ ረጃአቱ ስላለሱ ደውሎ ረጃአቱ ይሻለው ስላላት በቃ ከዚህ በኋላ እስር ቤት ገባች ምናምን ማለት አይደለም። በቃ ፍታኝ እንደገና ነገ በግድ ደግሞ አሁን በዳኛም ብላ ተፈታለች እንደገና ደግሞ እንደገና ረጃአቱ ይላል ተፈቱ አለቀ እኮ ሶስት ጊዜ ነው ይሄድሉ ያለው። መስማማቱና መግባባቱ ነው ትዳር የሚያመጣው እንጂ አዘናግቶ ረጃአቱ ማለት ፋይዳ የለውም። ናም መሐመድ አይዋ እሺ ጥያቄህ ምን ነበር? የኡስታዞችን ፈሶሃ ጥያቄ አድርጋለሁኝና እንዛ ቁጥራቸውን ለማግኘት ተቸግሬያለሁ። በዛው ሲደውሉ ሲደውሉ ሌላ ጠያቂዎች ሲደውሉ የእንዛ ቁጥር ያስመስለኝ ነው ወይስ ከፈታዎች ነው ይሄ ቁጥር የሚገኘው ማለት ነው አግኝቼው? طيب ይሄኛው ቁጥር ኢንሻአላህ አፍሪካ ቲቪ ላይ ቀጥታ ስርጭት ላይ የሚለቀቅ ነው። ቀጥታ ስርጭት ሲኖር ደውላችሁ ማንንም ሰው ደውሎ ጥያቄውን ማቅረብ ይችላል። طبعا የራሱ የሆነ ቻለው ፕሮግራም ላይ ማለት ነው። ሌላ ጥያቄ ደግሞ ከአፍሪካ ቲቪ ላይ ቁጥራቸውን ለማግኘት ወክል ሆዱን አላወቁትምና ሲያናግሩ ሳይ የነዛን የጠያቂዎች ቁጥር መስሎኝ ነው ቁጥሩን የሰጀልኩት ወይስ የራሳቸው ነው? ይሄ ስክሪኑ ላይ ወጣው የአፍሪካ ቲቪ ነው እንጂ ጠያቂዎች ቁጥር አይደለም። ና በዚህ ያን ጥያቄ መጠየቅ ይችላል ወይ ቁጥር? ናም አዎ አፍሪካ ቲቪ ላይ ነው ያለው አሁን አንተ ጥያቄን ጠይቅ። አይዋይዋይ خلاص خلاص አላህ ይተምርላለህ ሌላቸው خلاص ጥያቄን ጠይቃለሁኝ። እሺ خلاص በለስ ቢሄድ ይውላለሁ። طيب ان شاء الله እሺ እሺ طيب አንዱ እህታችን ቀደም የጠየቀችው ጥያቄ አለ። ጅዳ ሶስት ሆነን ከጅዳ መካ ድረስ ለዑምራ ማድረግ እንቻለን ወይ ያለ ወንድ ማለት ነው ያለ መህረም? ይሄ ያለ መህረም ዑምራ ሐጅና ዑምራ የማድረግ ነገር አይወጅብባትም ሴት ልጅ መህረም ከለላት። ሴት ልጅ ከወንዶቹ ሸርጦቹ ዑምራ ሊወጅብባት ወይ ሐጅ ግዴታ ሊሆንባቸው ከሚያስገድዱ ነገሮች መካከል ለሴት ልጅ ከወንድ የተጨመረ መህረም እንዲኖራት ነው። መህረም ማለት ለሷ ሁሉ ጊዜ ሊያገባት የማይችል ዘመድና ባሏ ወይም የባሏ አባት ወይም የባሏ ልጅ ነው ሆነ ያለባቸው። ከነዚህ ውጭስ ባለ ከነዚህ ውጭ ባለ በፍጹም አይሆንም የሚል ያብዛኙ ዑለማዎች አቋም እንደዚህ ነው። ኢማሙ ሻፊዒና አንዳንድ ሐዲስ ምሁራን ግን እነ ኢብኑ ተይሚያና እነ ሻፊዒ الرفقه الامنه አስተማማኝ ጓደኛ ካላት ልታደርግ ትችላለች ይላሉ። አስተማማኝ ጓደኛ ማለት ምንድነው ይሉና ለምሳሌ ሶስት ሆነው ከዚያ በላይ የሆኑ ሴቶች አንድ ላይ መሄድ ቢፈልጉ ሷሊሃት ሙእሚናት የሆኑ ሴቶች አንድ ላይ ሄደን ዑምራ እናድርግ ብለው ሐጅ እናድርግ ቢሉ ከየትም ቦታ ሊነሱና ሊመጡ ዑምራ ሐጅ ሊያደርጉ ይችላሉ ነው ማለት። እንደውም ከኢብኑ ተይሚያ ረህመቱላሂ ዐለይህ እንኳንስ ሁለት ሶስት ሆነው አይደለም ብቻዋንም ሆና ሰላም መሆኑ ከተረጋገጠ አምኑ ሰላሙ የተረጋገጠ መሆኑ እሷላን ፍትና ማይፈራ ምንም ነገር የለለባት ከሆነ ይወጅ እንትን ታድርግ ይላል ተሐጁ አሚነቱ ይላል። አሚና ማለት ሰላም ይሆነች ሴት ታድርግ ይላል። ተላልቅ ሴቶች ማለት እንግዲህ ከጅዳ ሶስት ሴቶች ሆነው መካ ቢሄዱ ብዙ ነገር የለው ህጋዊ የመሆንና ያለ መሆናቸው ነው እንጂ ማረጋገጥ ያለባቸው ምክንያቱም ችግር ሊመጣ የሚችለው ከዚህ ጋር በተያያዘ ካልሆነ በስተቀር ሌላ እነሱን መንገድ ላይ አዛል ያረጋቸው የሚችል በትራንስፖርት ነው የሚከደው በመኪና ነው የሚከደው መኪናው ከፈጀ በጣም አንድ ሰዓት ከመናምን ነው ሊፈጅ የሚችለው በቃላስ ይሄ ነው ያለው። ሲመለሱም እንደዚያ ነው። እዚያ ሐጅ ሄደው ዑምራ ማድረግ የሚችሉ ከሆነ ድጋፍ የማይፈልጉ ከሆነ ሸክም የማይፈልጉ ከሆነ ምንም ችግር የለባቸውም። እንደውም በተለይ አንዳንድ ጊዜ የመጀመሪያ ዑምራ አርገው የማያውቁ ከሆነ በተለይ ወደ አገር የመመለስ እድሉም ፈታኝ ስለሚሆን ከዚህ አደው ተመልሰው እንደገና ባላግብተው በተሰብ ይዘው መተው ዑምራ የማድረጋቸው ሐጅ የማድረጋቸው ነገር በጣም ሩቅ ስለሚሆን ይሄን ድል በመጠቀም 3 3 ሆነው 5ም ሆነው ሌላም ሆነው ዑምራቸውን ቢፈጽሙና ሐጃቸውን ቢፈጽሙ ለአንድ ጊዜ ቢያረጉ ለትርፍ ሐጅና ለትርፍ ዑምራ ግን ይሄንን ይሃል መስዋዕትነት መክፈል የለባቸው በቤታቸው ነው የሚሻላቸው። አዎ ጥንቃቄ ማድረግ ነው። አዎ የሻፊዒ አንተንም ቢሆን الرفقه الامنه بلو منገድ የከፈቱትም ቢሆን ለግዴታዎቹ ነው ለዋጅባቶቹ ነው እንደዚህ ያደረጉትና
بزينهم من مكرو. طيب أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا. من لبتي كرو تياكي وتشالو عند لبتي تياكي وتش إن شاء الله من البكرة تاي برنامج لا إننا نساتشوال. ساعتها تجني زاري برنامج تجني أو ساعته أبقطال زيلها لما قمت قدنا. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم قريبا يلا شبت يا مير رمضان كريم من جهو إندازي تكان إندازي شو برنامج تجني يلا كشلو هنا. متشالا هل تلو هو تاجن ساي ألفن سامل تن مقتل ورا رمضان يا مدرسة تل بتأم أسكي سلام بهون ليان النشل. إن الدين دامل تلن تكمل بتكبر لما لا تنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا كبراتنا كبران تكبراتنا ترداتو يا برنامجين تكاتايوچ يزارو برنامجين رمضان كنيا غير يتسنيو يقطع سرت برنامجين هني مثل نبر منالبات طياقي طيقاچو ملسي التملسلاچو ويدمو لمطيق مكر ادرغاچو دمصاچو يالسما يالتساكا منالبات ان شاء الله ليلا غزي من نغناني هونال ياو كوديو يقرتا يطيقن يزاريون برنامج بزيو ناكبادالن الله سبحانه وتعالى رمضان اجن صوماچن عباداچن يقبلن يالن يزاريون برنامج بزيو نابقالن هذا والى لقاء اخر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.